الراس راس قوي والباس باس شديد وذراعي اللي توردني عدود الروا سلامي اللي ليا زاد النشام يزيد وليا تكلم فعال وليا هرج ما غوى عقيد رتبه وفي فعل المراجل عقيد لكني اشوفها اكبر من فريق ولواء من راح فكره قريب وراح فكره بعيد تفكيري ابعد من اعلم مستوى مستوى ان كان هبل وفا وان كان هبل قصيد الله جمعها وعاشت تحت ظلي سوا يا اللي تخم على ما قال وما العبيد ما هز راسي ولا ساسين سم الهوى الراس راس قوي والباس باس شديد وذراعي اللي وردني عدود الروا سلام يا ليلى يا زاد النشام يزيد وليا تكلم فعل وليا هرج ما غوى عقيد رتبه وفي فعل المراجل عقيد لكني اشوفه اكبر من فريق ولوا الطيب في ذمتي ما هو عليه الجديد ومنبع الطيب من شاهل المحتوى والله وسبعين ونعم يا محمد سعيد عزمك يذوب صخر ولا يلهين حديد والكفو من كان بسط ولا شمن كان قوى وليا خذوب رايك اهل الراي رايك سديد حكيم راي اللي منه هرج ما غوى وان جاك من قيدت الايام رجله بقيت كانه مريض الورم لم لقى له دوا ما فيها حد من فعولك ما هو مستفيد راسك على طايله من صغر سنك نوى يجلى خوى الراس بريه وتمرات نضيف راسك يجلي خوى الطيب الامن خوى فعلك يا بنا شطل فعل الكبير الوحيد لكبرته قاله وحبل الزمان التوى من عزوة فلقى يوم الوعد والوعيد عليه ومد وخصم لو هو قوي ما قوى فعل الجرى بعمه له في الفعاين هوا تقول للمعتدي جحيد وامر بعيد وتشب ضوى الكرم للضوي اللي ضوى من راح فكره قريب وراح فكره بعيد تفكيري ابعد من اعلى ما استوى ما استوى ان كان هبى الوفا وان كان هبى القصيد الله جمعها وعاش تحت ظلي سوى يا اللي تخم على ما قال وما العبيد ما هز راسي ولا ساسيني سيم الهوى الراس راس قوي والباس باس شديد وذراعي اللي توردني عدود الروا سلام يا ليلى يا زاد النشام يزيد وليا تكلم فعل وليا هرج ما غوى عقيد رتبه وفي فعل المراجل عقيد لكني اشوفه اكبر من فريق ولوا الطيب في ذمتي ما هو عليه الجديد ومنبع الطيب من شاهل المحتوى والله وسبعين ونعم يا محمد سعيد كان غدا الطيب في وسط القليب وعوى عزمك يذوب صخر ولا يلهين حديد والكفو من كان بسط ولا شمن كان قوى وليا خذوا رايك اهل الراي رايك سديد حكيم راي اللي منه هرج ما غوى وان جاك من قيدت الايام رجله بقيت كانه مريض الورم لم لقى له دوا ما فيها حد من فعولك ما هو مستفيد راسك على طايله من صغر سنك نوى يجلى خوى الراس بريه وتمرات نضيف راسك يجلي خوى الطيب الامن خوى فعلك يا بنا شطل فعل الكبير الوحيد لكبرته قاله وحبل الزمان التوى من عزوة فلقى يوم الوعد والوعد عليه ومد وخصم لو هو قوي ما قوى فعل الجرى بعمه له في الفعاين نديد من ضربهم كم عقيد من شداده هوى تقول للمعتدي جحيد وامر بعيد وتش
الضوء